النهارده في الدوحه استقبل امير الدم والارهاب تميم بن حمد حليفه التركي رجب طيب اردوغان في زياره بتعتبر الثانيه منذ تفشي فيروس كورونا. طبعا توقيت الزياره ده ياتي فيما تواجه تركيا المزيد والمزيد من الضغوط الدوليه والهزات الاقتصاديه بسبب توسيع تدخلاتها الخارجيه من سوريا لليبيا وصولا لجنوب القوقاز، وبتدور طبعا هناك بتدور معارك عنيفه بين ارمينيا واذربيجان في اقليم ناغورني قاراباغ. وبالتاكيد بحث أردوغان في الدوحة بإمكانية الحصول على تمويل مالي قطري لتمويل الحرب دعما لأذربيجان، خصوصا بعد ما اتهمت روسيا وأرمينيا تركيا صراحة بإرسال آلاف المرتزقة السوريين والليبيين للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني. ولم يعد بمقدور تركيا تمويل حروب أردوغان الخارجية في ظل أزمة اقتصادية حادة وموجة انهيار لا تفارق الليرة التركية. طيب على العموم معنا المزيد من التفاصيل عبر الهاتف دكتور محمد عز العرب المتخصص في شؤون الخليج في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل السادة المستمعين والمشاهدين بحضرتك بألف خير. دكتور، ما هي أسباب أو أبرز وأهم الأسباب وراء زيارة النهاردة؟ هل هي التمويل في المقام الأول؟ يعني هو هذه الزيارة تمثل جزء من جولة صغيرة لمنطقة الخليج، وبدأها رئيس تركيا أردوغان بزيارة الكويت لتهنئة الشيخ نواف الأحمد كجزء من المخطط التركي لاستمالة الكويت مع قطر في مواجهة دول الرباعية العربية، أن الكويت لم تنضم إلى دول الرباعية العربية، لو احنا بنتكلم عن السعودية الإمارات البحرين، وبالتالي جزء من تحرك أردوغان يأتي في هذا السياق، وأحداث نوع من الخلخلة ما بين دول الخليج وقطر. فيما يخص محطته في قطر، هذه هي الزيارة الثانية بعد أقل من 3 أشهر. سبق أن قام. طب أنا ممكن أرجع بس لحضرتك النقطة حضرتك ذكرتها، إحداث نوع من الخلخلة بين قطر والخليج. نعم. طيب هل هذا معناه أنه تركيا تبحث عن الدور الوحيد وقال يعني الظهر الوحيد لقطر في هذا التوقيت، لأنها الحقيقة دخلت على الخطوة بقوة 2017 وقت الأزمة؟ نعم. يعني أولا كانت تركيا وإيران هي السند الرئيسي للدوحة في هذا السياق، وبالتالي جاء الوقت أن هو تقوم الدوحة بالرد المقابل لها، ومن الواضح أن هذا الرد هو الضخ المالي. يعني الضخ المالي لتمويل الأطماع التوسعية الخارجية للنظام التركي في هذا السياق. يعني كما أشرت حضرتك أن هذه الزيارة بتأتي في سياق تدخل أنقرة في الصراع الدائر ما بين قبل كده كان التمويل له علاقة ببعض المصالح القطرية لهز الأوضاع في الدول العربية ويعني ضخ المزيد والمزيد من الإرهاب في هذه المناطق، إذا كنا بنتكلم عن ليبيا أو طبعا سوريا وأكيد مصر، لكن المصلحة في خط أرمينيا أذربيجان كيف تكون؟ هناك أبعاد كثيرة. أولا دعم الحليف الذي وقف معها طوال الوقت، جزء منها مرتبط بدعم الدولة التي تعبر عن المشروع السياسي لها، وهو المرتبط بدعم قوى الإسلام السياسي في مناطق مختلفة. يعني لو احنا بنتكلم حوالين ليبيا، بنتكلم على تونس، بنتكلم على سوريا، إخوان سوريا، وبالتالي التوافق ما بين الأجندات واضح. النقطة البالغة الأهمية وهو دعم المرتزقة ودعم الفوضى في بؤر مختلفة في العالم. يعني احنا بنتكلم على اقليم ناغورني قاراباخ المتنازع عليه ما بين ارمينيا واذربيجان، وهناك هدف تركي وهو المتعلق بمشاريع الطاقة والغاز الطبيعي في تلك المنطقة. ومع الأخذ في الاعتبار ان تركيا تعد فقيرة في الجزء الخاص بامدادات الطاقة. لكن هناك أيضا هدف
بالنسبه لقطر وبالنسبه لتركيا ايضا، وهي رساله لدول الرباعيه، لان ارمينيا بتحظى بعلاقات متميزه مع بعض دول الخليج المعاديه لقطر. نعم. تحظى من بعض دول الاقليم، خاصه وان التعثر الذي يواجهه اردوغان سواء على الصعيد الداخلي له وتحديدا الازمات الداخليه المتصاعده، وخاصه في بعضها الاقتصادي المرتبطه بضعف قيمه العمله، العجز في الموازنه العامه، انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي. جاءت حرب، هذه حرب القفاز وتورط تركيا فيها، وما يردده الخطاب الارميني ان تركيا نقلت ما يقرب من 4000 مسلح من شمال سوريا الى اذربيجان للمشاركه في القتال، فجزء منها ده مرتبط بطلب تمويل قطري للمزيد من التحركات التركيه المزعزعه للامن والاستقرار في جنوب القفاز، وجزء منها مرتبط بدعم بعض الخصوم لدول الرباعي العربي. دكتور محمد عز العرب، المتخصص في شؤون الخليج بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية.